احنا متألمين بزاف، وحنا في أشد حالة ديال الحزن، لأنك لاعب في مقتبل العمر، لاعب شاب، لاعب خلوق، لاعب مازال ملعبش معنا حتى شي، غادي نقول مباراة تنافسية ديال بحال إفريقيا ولا ديال البطولة. احنا مؤمنين بقدر الله. اذا تذكرتوا كنت درت واحد التصريح امام المصحه، لاننا يعني كنا على اون كونتاك مع لي ميديسان ديالو، وقربونا من الحاله لانها كانت صعيبه. وفي مثل هذه الحالات كيكون الموت رحمه من عند الله، لانه لو كان كتب ليه الله يعيش كان غادي يعيش معذب، سورتو الضربه شويه كانت خايبه على مستوى كسر في العنق. اليوم كتكون حالات او مآسي بحال هذه، اللهم لك الحمد، الحمد لله ونشكره على كل حال. وغادي نقولوا انا لله راجعون، ونقدم تعزيه للعائله ديالو كلها، الام والاب والاخوات ديالو، عنده واحد الاخ في فرنسا، وجميع الاهل والاحباب ديالو، وكذلك تعازي لجميع مكونات الوداد من جماهير، من مستخدمين، اللاعبين، الزملاء ديالو، الاطقم، السيد الرئيس، لكل الوداديين اينما تواجدوا. وكيف ما قلت اليوم كتلقى في هذا الجمع هذا بحال هذه المناسبات الاليمه والحزينه كيتجمع الجميع. شفتي الحضور ديال الناس، وهناك من لم يستطع الحضور كنقولوا له احنا راه حنا مثلناك احسن تمثيل وغادي نحضروا. وكنشكر الرئيس لانه تكلف بمراسم ديال الجنازه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، بكل ما يرافق ذلك. وهذه هي الوداد، الوداد عائلة واحدة. مرة أخرى عزائي الحار لجميع مكونات الوداد والعائلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.